جعفر معاون مدير مكتب. ها يعني المدير المكتب عنده معاون؟ نعم معاون. شكو ليش؟ شكو 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 ايش عندنا؟ عنده انا اول مره شايف مدير مكتب عنده مرافقين. الله حمايه. مدير المكتب عنده حمايه ومرافقين؟ مدير مكتب مرافق. محافظ بغداد؟ هلا عشان بالك. شنو السالفه؟ انت بحياتك شايف يعني كل المؤسسات كل مؤسسه بيها قسم قانوني واحد. عمي عمي طارق عزيز كان ما عنده حمايه. هسه طارق عزيز على روحه. احنا هنا مهند الشمري والله هو الاول والتالي. ها شلون حكي هذا؟ كمل كمل بالله خلينا نفتهم المصيبه. المصيبه اول مره نشوف قسم قانوني داخل مكتب. القسم القانوني مال المحافظه على صفحه مسوينهم قسم قانوني خاص بيهم. زين هذا التحقيقات اللي يريد يحققون وياها. شنو يحققون يا الشعب الخامسه؟ شنو شلون شنو يحققون؟ وين احنا بالشعب الخامسه؟ اي لا عش عبالك تجيب. هسه انا قمت انزل على الصفحه مالتي انزل السلبيات مال مدير مكتب. زين يعني مدير مكتب هو معلم. زين مع احترامات المهنة المعلم يعني يصير هسه انت لا تريد تبني بيت تجيب مهندس لو تجيب معلم. مهندس طبعا مهندس. زين يصير مهندس يروح يشرف على معلم يشرف على مهندسين؟ لا طبعا. هاي اللجان اللي سواها السيد السوداني اللجان الخدمية من ضمن المحافظة مهند الشمري مدير فريق. الفريق متكون من مهندسين وهو يروح يشرف على الأعمار الهندسية بحي النصر بالمعامل. كتبت قلت يابا ترى انت ما يصير هاي. انت صلاحيتك يم السيد المحافظ صلاحية مدير المكتب. انت حبيبي انت صلاحيتك تمشي وراء المحافظ انت ودفترك والقلم وسجل مواعيد وسجل تفاصيل استاذ قحطان اللي يمشي وراء المحافظ السكرتير الخاص. لعد المدير المكتب شو يسوي؟ مدير مكتب عنده العلاقات العلاقات الخاصة. يقدر ينظم شغل المكتب. شغل المكتب. لعد انا ايش اقول؟ يعني هسه اليوم انا اريد اخذ موعد من المحافظ غير خبر مدير مكتبه. يعني شنو تاخذ مدير؟ هو تدقاب لمدير مكتب وبعدين اخذ موعد رحمه لابوك. تدقاب لمدير مكتب. انت تدري بالواسطات يتقابل ولا لا؟ الحيدر. مهند عفوا بالواسطه قابله؟ اللي عشنو؟ استغفر الله يا الله والله العظيم. زين عوفك هسه من مهند وحيدر. تعال يمي تعال يمي. اي انا ما اريد ابعد عن الموضوع. انت شغلك رياضي انت تجابك علي انا اللي يوصل. اسمعني ساعدي انا اللي يوصل يمي معناته واصل مرحلة الوحش. الشاحن تفضل استاذ اسمعك. النت عنده ضعيف. لا زين انا اسمعك. اي بس صوتك دا تتكسر توقف بالجو وياك. زين اسمعني هسه. اي باوي اسمعني انت شغلك رياضة. اني شغلي سياسة واجتماع يعني مجتمعيات. زين انت لو توصل يمي معناته واصل مرحلة الوحش. شنو انت شو وصلك لمرحلة الوحش؟ احنا شفنا الخدمة الرياضية المقدمة لأطراف بغداد كلش منتهية وتعبانة. زين انا عندي نادي اهلي. انا مسؤول نشاط رياضي بالمحافظة. زين بس عندي نادي بالدرجة الاولى. اقترحت ان على السيد المحافظ انه يربط النادي بالمحافظة حتى يكون والدعم حكومي. زين. نقدر نقدم خدمة لهاي المناطق لأن مدير الشباب الرياضة مال
الرصافة خالد الركابي اللي هو نادي بغداد، نادي محافظة بغداد، نادي محافظة بغداد. زين خلينا سيد المحافظ مش رئيس فخري، أنا رئيس نادي، مهند الشمري عضو، حيدر هم مهند وياكم، لازم مهند وياكم بكل شيء. خليناه هو خليناه بخلصاني منه رحمة أبوه. أدري يعني لازم شو تسوون المحافظة، لازم مهند، مهند موجود، حيدر والي المعاون الفني عضو، حسين كاظم الحسني ايه؟ نائب رئيس النادي. لعد منو راح يلعب بالنادي؟ هذول أعضاء هيئة إدارية. زين كمل، أنا عبالي يلعبون. خليناهم بالنادي. زين منين منهم اكو دعم حتى نخدم هاي المناطق؟ ايه ماكو اي دعم مالي للنادي. هو اكو ميزانيه، انتم متفقين على ميزانيه لو لا؟ طبعا المحافظ هو الراعي الرسمي ايه للنادي، المحافظ بغداد هو باسمه النادي. ماشي ماشي ما اختلفنا، انتم متفقين ويا المحافظه، هذول الاسماء اللي عددتهم اللي انت اعطيتهم مناصب بالنادي. نعم. الهيئة الإدارية انتم متفقين بعقد انه احنا ميزانية النادي بالسنة هالقد بالشهر هالقد لو لا؟ هو مو كيف استاذ قحطان، هو مو كيف المحافظ. لا كيف منو؟ امر رئاسة الوزراء ايه قرار 289 في 2017 دعم الاندية المؤسساتية مبلغ 2 مليار دينار. اها مؤسسات. زين ايش قص صار هذا الحكي؟ يعني هسه اسمح لي قبل ضمه، يعني هسه انت محافظ بغداد لازم يسلمكم بالسنه شقد؟ 2 مليار دينار عراقي. انتم صار لكم كم سنه؟ هاي صار سنتين. سنتين استلمت كم مليار؟ درهم ما مستلم من ال4 مليار. ما مستلم؟ ما مستلم ولا دينار. اسمع يا رئيس هيئه النزاهه، اسمع يا حيدر حنون، اسمع، 4 مليار ببطن المحافظ والمحافظة شلون؟ كمل. بعث انا يعني انا جايب اللاعبين، انا جايب المدربين. زين يعني هسه اقلهم المحافظة ما عندهم فلوس، يقولون انت كذاب. من يقول لك انت كذاب؟ اللاعبين يعني. اي طبعا يعني اي طبعا يقول لك انت كذاب. اي اذا اقول لك محافظة ما بيها فلوس شلون؟ شلون تقنعني؟ أخي زين أنا سألك أنت صار سنتين شو توكل اللواعب اللي عندك إذا أنت ما مستلم ولا درهم؟ بيتي بعته وقاعد بالإيجار وقمت أصرف على اللاعبين على مود أمل إنه ينطوك من تجي الموازنة؟ الله والديك. مهند الشمري يقول لي أنت كل عقلك نطيك إياهن؟ ليش؟ ما يجوز، هو يجوز، انا اقول لك يجوز لو مشتري المحافظه، هو والمعاون الفني مشتريها، محافظه مشتريها من الدوله ما اعرف. زين اسالك سؤال، انت رحت للنزاهه؟ لا والله ما رحت. ليش ما رحت للنزاهه؟ لان انا شنو سبل التواصل ويا سيد المحافظ انتهت، طلعت بالاعلام. أنا هسه ما يصير أنت الخصم هو حكم، صح لو لا؟ أنت هو خصمك المحافظ والشلة مالته. رحم الله، مو المحافظ. ها. لا المحافظ. المحافظ شريف؟ لا. لا جاوبني. هسه هاي لا شنو ما افتهمت؟ لا شنو؟ المحافظ شريف؟ أستاذ إحنا خلنا خدمك. الصوت قام يقطع. اللي يديرون المحافظة المعاون الفني. أنا سألتك سؤال يا عزيزي، سألتك سؤال، أنت تقول مو المحافظ، الحاشية تمام؟ نعم صحيح. المحافظ شريف؟ والله ما أدري، الله أعلم. أنت مو متفق وياه ومسوي عقد 2 مليار بالسنة؟ لعب متفق ويا أمي؟ هو من يشوفه الله يخليك، ومن أقدر أشوف أنا المحافظ؟ هسه اسمح لي، هسه اذا دزوا عليك النزاهه ايه بعد هاي الحلقه دزوا عليك. نعم. النزاهه شو تقول لهم؟ إيه؟ منو الحرامي؟ انا اقول لك استاذ رحمه، احنا هاي موضوع الحرامي والقاضي هو اللي يحكم. ما اقدر اخصص هاي الفلوس، راحت المحافظ، راحت الغيره، ما اعرف.
انا اقول لك انا 4 مليار 4 مليار هاي بس من النادي نادي نادي محافظه بغداد. انت تدري الكتاب هذا الكتاب جاي هسه قالوا ما عندنا موازنه موازنه ما عندنا جبت لهم كتاب من الماليه قالوا ناقل من اي باب من ابواب المحافظه هواي ابواب المحافظه ناقل من اي باب حدد المبلغ واحنا نتخذ اللازم ضموه لقيتها ضامينه بقسم الكتاب رحت بحثت عنه ودورته وطلعته وجبته قلت لهم يابا هذا الكتاب ضامين انتم قال لا رايح بالغلط رايح بالغلط شو رايح بالغلط الله يخليك زي الكتاب جاي من الماليه من سيد طيب سامي لما قطعته كانت على علمه وموازنه قبل لا يصير وزيره جبته وطيناهم اياه ما يخلونا نلتقي بالمحافظ نعم نشاطات وديها للمحافظ ما توصل للمحافظ نعم يعني اسوي بطولات اسوي للاقسام المحافظه يابا هاي اقسام المحافظه يعني لازم عندنا استاذ فارس معاون فني رجل انتقل الى رحمه الله بسبب مرض كورونا الله يرحمه سويت له نعم 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 كمل بقوله تدري ما اعطوني مليونين دينار شنو مليونين دينار ما شنو قلت لهم تكلفة البطولة مليونين دينار ايه لحظة 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 انا اريد اسألك سؤال صدق هو هذا نادي محافظة بغداد هو نادي ناشئين لا يا ابي خط اول ورديف شباب زين لا اشتركتوا ببطولة طبعا مشتركين جبنا ثاني على بغداد الفئة الناشئين والفريق الرديف المرحلة واحدة وانسحبت لان ما عندنا فلوس اعتذار قدمت كتاب اعتذار للالتحاق يا ابي لان هاي اجور تحكيم ما رجي خرصة فلوسي يعني انا هسه اللي افتهمته من عندك ها انه محافظة بغداد خل تسمع هيئة النزاهة محافظة بغداد مسوية نادي رياضي وحاطت له ميزانية ويروح وين يروح؟ والله ما واني هم ما اعرف انا اريد هيئة النزاهة تعرف اريد رئيس هيئة النزاهة محمد حنون هو يعرف حيدر حنون عفوا اريد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني اللي يقول انا رئيس وزراء شريف هو مو يقول هو مو يقول اني حكومتي حكومة شريفة ومتبوق يلا انا اريد هذا ابسط شيء 2 مليار بالسنة محافظة بغداد وين تروح السودان السوداني احنا مري سعارات فضفاضة اريد يجي للمحافظة ونشوف مدير مكتب عنده مرافقين صايرة دايرة تمام دايرة بيته بالمنصور 400 متر من هو بيته بالمنصور من هو وقف من هو مهند الشمري ليش مهند الشمري كان يشتغل قبل معلم الله يخليك هو معلم زين. هو بيته بالكمالية ورا السدة قبل شقد هذا بالكمالية ورا السدة لحظة قبل شقد هاي ما صار له هسه من السلم يعني شقد صار له سنة سنتين عشرة سنتين يشتري بيت بالمنصور من الكمالية يروح للمنصور انا البيت مشتري ما مشتري قاعد هو بالمنصور شلون قاعد بالمنصور ساعته بدفترين شلون رولكس ساعته بدفترين بدفترين انت روح شفته على المكتب ماله هسه لحظه كنا قبل كم اسبوع نقول الفاشينيستا تخيط بطيبه قلبها ها زين الموظف اللي مدير مكتب وغيره منين يجيب ساعة بدفترين وبيت بالمنصور هم يخيط بطيبة قلبه زين أدري هسه إذا بيته مال الدولة وبيته مشتري يعني خلال سنتين تشيل كنت فلوسك ضامهين النزاهة وين يجوز هو كان عنده بيوت بالكمالية كمالية قاعد بالتجاوز والله وضام اللي ضام هنا هسه شوف وديع الساعدي هيئة النزاهة راصد البرنامج وشافوك تمام والحكومة راصد البرنامج وشافوك تمام وإحنا بدورنا
هذا الاستضافة مالتك راح ندزها كاملة إلى رئيس هيئة النزاهة. عم طلعنا من الموضوع. بعد ما عندي وقت. بعد ما عندي وقت. أستاذ سووا مؤامرة. علي أمن. حلوا النادي. نعم. مؤامرة سووا دول الثلاثة. قلت لك إياهم. على شنو اسمه مؤامرة؟ مع أعضاء النادي. سووا مؤامرة حتى شنو؟ لأن أنا ما قدروا لي. الشريط ما يمشي هنا بالعراق. صح. اللي يدخل ما يمشي. وديع الساعدي آسف لأنه وراي نشرة أخبار، آسف جدا. إن شاء الله لنا حلقات ثانية وإحنا بدورنا حندز هذا الاستضافة إلى هيئة النزاهة. شكرا لك وديع الساعدي، شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. طبعا إحنا بهذا البرنامج ما ننقل الحقيقة، بس اللي شفتوه هو هذا واقع، يعني ما تجيب شيء من عندي. تمام؟ لما مدير مكتب محافظ يطلع من تلفات الدنيا من الكمالية، يطلع من بيت تجاوز، يعني مشتري بأربع ملايين، بمليونين، بست ملايين، ويروح ورا سنتين من وظيفته مدير مكتب محافظ يشتري بيت بالمنصور، لا لازم هنا نوقف. لما يشتري ساعة بدفترين، لا لازم هنا نقول رئيس هيئة النزاهة انت وين يا رئيس الوزراء، انت موجود؟ واحنا بدورنا نوصل هذا الواقع كله الى الجهات المعنية في هيئة النزاهة.